ومكملين معكم مشاهدينا بمشوارنا الصباحي، وهلا وصلنا لاولى فقراتنا اللي هي الفقره الطبيه. طبعا رشا، سمعنا بالاونه الاخيره عن كثير من الحالات المرضيه اللي عم تاثر على الجهاز الهضمي، اللي هي بتكون اسبابها رشح او قريب وبتنزل على الجهاز الهضمي، وكثير سمعنا عن حالات حتى عم تفوت دخول مشافي. طبعا بالفتره الماضيه خلينا نقول دائما بيقولوا انه القريب عند الاطفال هي الحاله ممكن تصير نادره، انه قرب بنزل القريب عمعته هيك صحيح بيقولوا الاهالي، بس هلا كثير شائعه هي القصه حتى عند الكبار، وكثير اشخاص عم يدخلوا المشافي من وراء هي القصه. اكيد يا ليلى، خلينا نقول بدايه انه هي حاله معنا مخيفه، مشان ما نكون عم نخوف حدا اليوم، اكيد يعني منشا اكيد فيروس، وهي منتشره مو من فتره، هي من اشهر يعني. خلينا نقول انه هذه الحاله عالميه وليس فقط على المستوى السوري. رح نحكي اكثر عن هدول الحالات الهضميه، شو هي الاسباب وطرق العلاج والوقاية. معلومات مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور أحمد محبوب الحارة، أخصائي داخلية وهضمية. يسعد صباحك حكيم. صباحك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. شكرا على طبعا استطافة. مثل ما ذكرنا أنه هي الحالات هي عبارة عن قريب أو رشح فيروس عم تنزل على الجهاز الهضمي. خلينا نحكي شوي عن هي الحالة وانتشارها، وقديش عمر انتشارها لهي الحالة المرضية. تمام. حقيقة أعلنت منظمة الصحة العالمية منذ أشهر عن انتشار فيروس شديد أو متحور شديد اسمه فيروس، أو سمي بفيروس EG5. طبعا هذا الفيروس أثبت انتشاره في أكثر من 51 دولة حول العالم. هذا الفيروس هو متحور من فيروس الإميكرون السابق. تمام. نعرف نحن الفيروسات بشكل عام بتصير فيها تغيرات جينية، بتطور نفسها تماما، بتنتج متحورات. هاي المتحورات منها EG5. الحمد لله انه هذا المتحور هو من اضعف المتحورات واقل اعراض، واعراضه خفيفه جدا جدا. هلا ذكرت نقطه كثير مهمه، يعني وقت بنقول كورونا الناس بتخاف، ولكن اليوم الدكتور عم يطمنا انه اليوم هو جدا خفيف واعراضه جدا خفيفه، وكمان وقائيا وعلاجيا خفيف التعامل معه. خلينا نروح للاسباب اليوم، شو هي الاسباب؟ هل هو بس انه الفيروس طور نفسه؟ تمام. اول ما ظهر فيروس كورونا اخذ كوفيد 19 أخذ بتغيرات جينية، أعطى متحورات عديدة. من هالمتحورات ظهرت المتحورات أشد خطورة، وفي متحورات كانت خطورتها قليلة جدا. هلا من هالفيروس EG5 حاليا هو من أقل خطورة وأقل أعراض، ونادر جدا المرضى المصابين بهذا الفيروس أنه يدخلوا إلى المشافي أو أنه يحتاجوا إلى أكسجين أو يسبب إصابات خطيرة. معظم إصاباتهم كانت هي مثل أعراض قريب بإضافة لإصابات هضمية. يعني نادراً ما يكون الحالة تستدعي دخول المشافي. نادر جداً، نادراً جداً. بإضافة لهالشيء انتقاله نفس انتقال باقي المتحورات السابقة، عن طريق انتقال مباشر من الرذاذ المتطاير من الفم والأنف، بإضافة إلى انتقال غير مباشر بملامسة الأشياء أو أسطح الملوثة بالفيروس، ثم ملامسة الأنف أو الأنف أو العين. يعني مثل القريب العادي الطبيعي نفس نتيجة العدوى. باعتبار شوي حكينا عن الأعراض، بس خلينا نتوسع فيها الأعراض على الجهاز الهضمي الشخص المصاب. خلينا نتوسع شوي نحكي شو هي الأعراض بالضبط، يعني الجهاز الهضمي شو الآثار اللي أو شو الآلام اللي بيحس فيها المريض بهي الحالة. تمام. معظم الأعراض هي أعراض عم تظهر أعراض قريب مثل ترفع حروري، وبإضافة للتعب وهن عام وألام عضلية هيكلية مفصلية، بإضافة إلى أعراض هضمية مثل الإسهالات عم بتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، وألم بطني وقياءات وخسيان. حقيقة بإضافة ممكن يصير عندنا أعراض ألم بالحلق وسيلان أنف والسعال. بالنسبة في حاسة التذوق، شم وتذوق،
هي بالمتحورات السابقة كان تختفي حاسة الشم وتذوق لفترات طويلة، بس مو عند كل الأشخاص، كان بعض أشخاص يعني بعض الأشخاص، ولكن بهذا المتحور حقيقة تنقص حاسة الشم والتذوق لفترة قصيرة جدا، أو يعني بعض الأشخاص وليس كل المرضى حسب طبيعة الجسم. أكيد حسب مناعة الجسم. هلا لاحظنا بمتحور كورونا أنه الأشخاص اللي أصيبوا بهذا الفيروس وفقدوا حاسة الشم أو التذوق حتى بعد ما شفيوا بقيوا فترة منيحة، يعني أنا بعرف أشخاص بيقول لي لهلا أنا ماني عم بقدر ماني عم شم يعني. تمام. فبقت هاي القصة موجودة، يعني تدريجيا بترجع هي ترجع. أكيد يعني ذكرت كثير من الأعراض، واليوم في تشاركية اليوم بين الجريب وبين هذا الفيروس اللي بيسبب ألم بالجهاز الهضمي. طب اليوم أنا كيف قادرة فرق إذا أنا عندي قريب عادي كرما أو أنا اليوم عندي فيروس؟ اليوم أكيد المدة أنه أنا أستنى على الألم ليزيد أو الفيروس ليتمكن أكيد شيء سلبي على الجسم. كيف في شيء فروقات اليوم أنا قادرة فرق فيها؟ حقيقة هذا الفيروس الإيجي 5 هو مشابه جدا لأعراض فيروس أي فيروس يسبب قريب كإنفلونزا الموسمية. فلا يوجد أعراض مميزة لهذا الفيروس إلا الحرارة، أحيانا ممكن تكون عالية، تمام، ممكن تتجاوز 40، بإضافة لأعراض مثل آلام مفصلية شديدة، آلام هيكلية عضلية. ما لا يوجد فروقات، ما في فرق. بس الميزة هذا الفيروس هو مو ميزة، إنه انتشاره واسع، يعني انتشاره أوسع من انتشار أي إنفلونزا، تمام، ولكن نفس الأعراض، أعراض يمكن السيطرة عليها مباشرة والشفاء لا يحتاج لوقت طويل. طب خلينا نحكي شوي عن المضاعفات في حال الشخص تأخر عن العلاج، يعني همل حاله، خلينا نقول هو باعتباره أنه خلص يلا قريب وبيمرق، ممكن يصير عنده مضاعفات أو حسب صحة الشخص من الأساس ممكن أنه يتأثر أكثر أو لا؟ تمام، الحمد لله انه لا يوجد مضاعفات، لا يوجد مضاعفات ولا يوجد اختلاطات، نادر جدا الاختلاطات. حقيقه معظم الاختلاطات النادره جدا سببها اصابات جرثوميه المرافقه لاصابه الفيروسيه. يعني بس يصير في عندنا اصابه جرثوميه مرافقه لاصابه الفيروسيه، هون بصير في بعض المضاعفات. هلا في كثير ناس بتخاف انه هل هذا الفيروس يسبب نقص اكسجه او يسبب اصابات رئويه مهمه؟ لا، لحد الان الحمد لله معظم الدراسات لم يسبب نقص اكسجه، لم يحتاج المصابون الى الاكسجين مثل المتحولات السابقه، بالاضافه لم يسبب اصابات رئويه خطيره. قديش الناس عانت من نقص الاكسجه وقديش صار في حالات وفاه بسبب نقص الاكسجه؟ صح نحن خلصنا من كورونا يعني بشكل طبي، ولكن اليوم لهلا الناس يعني في حالات وفاه كثير بسبب نقص الاكسجه بالجسم، وخاصه الاشخاص اللي عندهم مشاكل رئويه. يعني حبينا ننوه على الفكره لانه نحن حتى لو خلصنا اليوم ولكن يمكن عم يضل اثر للفيروس منتشر. دكتور ذكرت انه اليوم نحن بطريقه علاج اخف واسهل، اليوم يعني نحن حابين نطمن اي حدا عم بيشوفنا انه نحن بخطه علاجيه كثير سهله وبسيطه، وهذا الفيروس مو مثل ما مرقنا، ما حنمرق بنفس الظروف اللي مرقنا فيها. خلينا نروح بخطه العلاج، هل اليوم المريض بيبقى بالبيت؟ هل بحاجه هو اذا دخول المشفى؟ تمام. علاج لا يوجد علاج نوعي لهذا الفيروس، بس العلاج هو علاج عرضي، والمرضى بحاجة للراحة وليس أنه عزل، بحاجة إلى الراحة، وطبعاً ابتعاد عن أشخاص لأنه هذا الفيروس معطي عن طريق الرذاذ المتطاير والاختلاط مع المصاب. فالعلاج هو العرضي، يتضمن يعني منخفضات حرارة فموية في حالة رفع حراري، كثرة شرب السوائل المشروبات الساخنة، الراحة مهمة جدا جدا. كثير من المرضى بيكونوا مرتفع حرارتهم مصابين، بيروحوا على شغلهم بيكابروا شوي وبيروحوا على شغلهم. هذا الأفضل، الراحة في المنزل لفترة 24-48 ساعة، والأعراض معظمها تختفي خلال هذه الفترة. طبعا فيتامين سي كثير ضروري لتقوية جهاز المناعي، لأن الحل الوحيد
لقضاء هذا الفيروس هو الجهاز المناعي. دكتور خلينا نحكي شوي عن الأشخاص اللي هنن أكثر عرضة لهي الحالة، هل هنن الأطفال أم الكبار السن أم الأشخاص اللي عندهم ممكن أمراض مزمنة مثلا أو حالات مثل أمراض القلب أو السكري، ممكن هدول يكونوا أكثر عرضة لهذا المرض أم الأطفال؟ تمام. هلا الفيروس AG5 هو نفس المتحولات السابقة، يصيب جميع الفئات، ولكن له خصوصية هذا الفيروس أنه يصيب المراهقين أكثر من الأعمار الكبيرة. ليش دكتور يعني اليوم أنه المراهقين يعني؟ هلأ حسب الدراسات الأخيرة لقوا أنه النسبة الأكبر اللي أخذوا اللقاحات السابقة تبع الكورونا هن الأعمار الكبيرة. صحيح. تمام. فالأطفال والمراهقين أعدادهم كانت أقل من الأعمار الكبيرة. طيب دكتور اليوم في حال الطفل أصيب بهذا الفيروس هل خطة العلاج حتكون نفسها أو تفرق كونه نحن أمام أعمار صغيرة؟ تمام. أنا هي نفس العلاج، تمام، خافضات حرارة فموية، الراحة، تمام، ولكن في أحيانا عندنا بمجتمعنا تسرع باستخدام المضادات الجرثومية أو الصادات، نروح نشتري من الصيدلية لحالنا دون استشارة طبية. للأسف يعني الأفضل عدم إسراع باستخدام الصادات إلا في حال أثبت وجود إصابة جرثومية، وقتا نستخدم الصادات. تمام. الصادات يعني مضادات جرثومية. فإذا هي استخدام مضادات جرثومية بمكان بطريقة عشوائية يؤدي إلى تأخر في الشفاء وممكن تظهر اختلاطات. تماما، لانه نحن بالحاله العاديه تقريبا كل الناس انه خلص قريب بدايه قريب دغري بنجيب، صرنا بنعرف طرق العلاج وبنروح على الصيدليه بنجيب علبه التهاب او هذا الدواء ثلاث حبات او ثلاث حبات، هذا لكل شيء حتى لو وجع العين دكتور. يعني هذا لا حتى المنظمه الصحه العالميه منعت استخدامه اثناء اصابات فيروس. طيب دكتور كرمال نحن ما نوصل قديش في حالات قريب اليوم كمان كثير، خصوصا يعني القريب بالصيف بشكل عام كثير مزعج يعني وصعب، خلينا نقول اكثر من الشتويه. اكيد اليوم في طرق ممكن نبعد عنا، طرق وقائيه بعد يعني. ليلى عندها بدايه قريب. انا ماني مقربه. في اليوم طرق وقائيه مفروض نحن نتبعها ونحمي حالنا ونحمي اطفالنا، شو هي اهم النصائح اليوم حكيم؟ تمام. هلا جميع الطرق الوقائيه هي نفسها لجميع المتحورات الفيروسيه. وانا بس بدي ضمن قبل ما احكي عن طرق الوقايه انه الحمد لله الفيروس الكورونا راح ذهب ولن يعود بنفس الشده. هو هذول المتحورات كما عم تظهر باضعف، بقدره ضعيفه بالاصابه، بس انتشارها واسع، يعني اصاباتها واسعه ولكن قدره انها تسبب الامراضيه اخف. من أهم طرق الوقاية أكيد غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل مستمر، بإضافة لابتعاد عن تجمعات وعن أشخاص، عن خلي مسافة أقل شيء متر بين شخص وشخص، بإضافة لأكثر من شرب السوائل والمشروبات غنية بالفيتامين سي، تقوية المناعة عن طريق الرياضة. حقيقة الرياضة، الممارسات الرياضية كتير مهمة جدا في تقوية المناعة. فالمشي أقل يعني مشي لازم نمشي كل يوم أقل شيء 30 لو ما بنقدر نمارس الرياضة نحاول إنه نمشي. تماما. عم نشوف كأنه النصائح هي نفسها. تماما. كوفيد. بس في ناس حسب المناعة، يعني في ناس مناعتها ضعيفة، في أشخاص مناعتهم قوية، يعني حسب نسبة هون بيقدروا يلتقطوا الفيروس أو لا. تماما. هلا اللقاحات كثير حقيقه، اللقاحات الفيروسات السابقه او المتحورات السابقه لا، حسب المنظمه الصحه العالميه لقت انه في الى فائده جزئيه لهذا الفيروس، بس الناس خوفت حكيم منا، يعني اللقاحات كثير في ناس ما اخذت، انا ما اخذتها، انا ما اخذت اياها لا ابدا، وفي كمان اخذتها كانت امنه، يعني يمكن هي كانت على الله خلينا نقول، وقوينا مناعتنا اخذنا اجراءات احترازيه بوقتها. بس انت بتنصح اليوم اذا في مجال لاخذ لقاح حدا ياخده؟ طبعا بنصح بالاخذ اللقاحات، لانه هلا بنصح لاخذ اللقاحات للاشخاص اللي لم يصابوا بالفيروس. يعني في ناس ما انصابوا
اللقاح هو جزء من الفيروس عم نعطيه للمريض حتى الجهاز المناعي يتعرف على هذا الفيروس ويركب مناعة تجاه هذا الفيروس. طب بالنسبة للأشخاص اللي أخذوا اللقاح السابق لقاح الكورونا، هل هنن رح يرجعوا ياخذوا لقاح ثاني أم هنن خلص؟ لا ما في داعي لأنه ياخذوا لقاح، ومعظم الأشخاص حينصابوا بالفيروس الاي جي 5، ولكن الإصابات عم بتكون خفيفة جدا وبتل أي فيروس كريب وما بيسبب أي أمراضية خطيرة. حكيم سريعا، اليوم بعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة، قلب، ضغط، سكري، أوعية إلى هو، هذا الفيروس هل عم بيكون شدته أخطر على هدول الأشخاص أو ممكن يمرق؟ لا اليوم الحكيم متفائل جدا، يطمننا بطريقة كتير. الحمد لله معظم المرضى حتى الكبار خلال فترة قصيرة تحسنوا من هذا الفيروس وشفاء تام الحمد لله. نسبة قليلة جدا جدا، وكان مو سبب الفيروس، سبب انه صار عندهم اصابة جرثومية مرافقة او يعني مو بسبب الفيروس هو نفسه سبب لأذية مهمة. اليوم بنلخص عنوان الفقرتنا انه نحن بانتشار حالات هضمية ولكن هي عرضية ما في خطورة، شوية وقاية، شوية اجراءات احترازية بتمرق القصة، واليوم بكل الفئات وبكل الاعمار نحن اليوم قادرين نقطع منها، فشوي الوقاية بتكون افضل. دكتور كثير شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها وشكرا لحضورك لليوم. عفوا، شكرا كثير. شكرا كثير لك دكتور وعلى المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا كثير. عفوا، اهلا وسهلا حكيم. أهلا وسهلا. اما هلا وقبل ما